تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال تنفيذ وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير. وخلال اجتماع موسع بمقر المتحف، شدد مدبولي على ضرورة سرعة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف لتتناسب مع هذا الصرح الحضاري، مكلفا بوضع برنامج زمني للأعمال المتبقية. من جانبه، أوضح وزير الآثار أنه تم إنجاز نحو 94.5% من حجم الأعمال، مشيرا إلى أن إجمالي القطع الأثرية المنقولة للمتحف من جميع المواقع والمتاحف الأثرية بلغ 49,603 قطع، وبلغ إجمالي ما تم ترميمه وصيانته 46,600 قطعة أثرية.